أفضل الذكر في الحقيقة على الإطلاق هو القرآن الكريم، كلام الله تعالى المنزل، تكلم الله تعالى بالقرآن فهو منه بدأ وإليه يعود، تكلم بحروفه ومعانيه على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهو أفضل ما يتقرب به العبد لله تعالى. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بذلك الحرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. هذا يدل على فضل الذكر وأنه أفضل الأذكار القرآن الكريم، لكنه ما نقول ما يغني. النبي عليه الصلاة والسلام شرع أذكارا أخرى غير قراءة القرآن كدعاء الصباح والمساء، ويأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على أن القرآن أفضل الذكر: أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو العقيق؟ بطحان وادي في المدينة، والعقيق كذلك وادي في المدينة، فيأتي بناقتين كوموين أي عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم. قال: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لن يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وثبت على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أحب الكلام بعد القرآن، بعد القرآن الكريم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع. أعد مرة أخرى الشيخ حتى يستمع المستمع لها. أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه أربع كلمات أحب الكلام إلى الله تعالى، وهي بعد القرآن، لأن القرآن أحب الكلام، كلامه أحب إليه من كل شيء، بعد هذه الأربع الكلمات. وثبت في الحديث الآخر أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، يعني سواء قلت قدمت التكبير أو التسبيح الحمد لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، والشمس تطلع على كل شيء. فهذه الأربع الكلمات أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا وما فيها. وما يبينه أو يعرفه الإنسان عن فضل الذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الباقيات الصالحات. في الباقيات الصالحات قال: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه الأربع، ويزيد عليها: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه من الباقيات الصالحات، فلو أكثر منها الإنسان خاصة الذي لا يحسن قراءة القرآن يحصل على الثواب العظيم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله.